قدم اللوتس أو القدم الذهبية تسمى كذلك نسبة لزهرة اللوتس التي كانت منتشرة بكثرة في الدول الآسيوية، وكانت تعتبر رمزا للأنوثة والجمال في الصين القديمة. كانت العائلات الصينية تقيد أقدام بناتهن وهن صغيرات من خلال حذاء يمنع نمو الأقدام، وكان يعتبر ذلك شرطا أساسيا للزواج. كان يتم لف قدم الفتاة وهي في سن الرابعة حتى لا يظهر من الأصابع سوى الأكبر، وتجبر البنات على تحمل الآلام الناتجة عن تقليد طي الأقدام ولسنوات عدة. أما المرأة التي تتمتع بأقدام طبيعية فكانت محط سخرية، لأنها تشبه النساء العاملات في الحقول واللواتي لا يمكنهن تحمل رفاهية قدم اللوتس. تقول الأساطير إن القدم الذهبية تعود إلى راقصة مشهورة في الصين بالغة الجمال تدعى يو، إذ قدمت رقصة وهي تنتعل حذاء صغيرا، وتركت خطواتها الصغيرة أثناء الرقص أثرا كبيرا في قلوب الرجال، ومذ ذاك تحولت قدم اللوتس إلى تقليد ورمز للجمال في الصين القديمة. منعت السلطات الصينية هذا التقليد في العام 1911، وأصبحت الصينيات اللواتي حصلن على قدم اللوتس الصغيرة منبوذات، لذا كانت تلف أقدامهن بأربطة سميكة وتنتعلن أحذية كبيرة لتبدو أقدامهن طبيعية. أخبرنا عن تقليد غريب في بلدك.